أحسن الله إليكم. فضيلة شيخنا يقول: هل من يطعن في دعوة الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب يكون مبتدعا ولو كان قصده حسنا؟ لو كان قصده حسنا ما طعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا قصده سيء. ما الذي ينقمه على الشيخ؟ إن كان أدرك على الشيخ خطأ يبينه لنا، يبين لنا خطأ الشيخ. الحمد لله كتبه موجودة، مؤلفاته موجودة، هات لي خطأ من أي كتاب أو أي رسالة من رسائله عليه رحمة الله، بل هي مملوءة بالتحقيق والعلم والنصيحة، بحيث إذا قرأتها تجد في قلبك النور وتجد في قلبك محبة الخير والدعوة إلى الله عز وجل. ولكن ما هو غريب، الرسول صلى الله عليه وسلم اتهم وقيل فيه ما قيل من قبل الأعداء، وقيل أنه ساحر وأنه مجنون وأنه كما ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن، قالوا أنه شاعر ومعلم ومجنون وغير ذلك من الأقوال، وقالوا في الأنبياء من قبل إنهم يريدون أن يتسلطوا على الناس وأن يأخذوا السلطة وأن قالوا هذا في موسى وهارون عليهم السلام: وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. فهم إن هو إلا رجل يريد، قالوا في نوح عليه السلام: إن هو إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم، يعني يريد الرفعة، يريد الرفعة عليكم. اتهموا نوح عليه السلام بأنه يريد الرفعة وأن يتفضل ويترفع على الناس، هذا ليس بغريب أبدا. إذا اتهم الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أو قيل فيه ما قيل، هذا قيل في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن نرجع إلى أقوال الشيخ وكتاباته ونشوف، فإذا كان فيها خطأ فنحن نبين هذا الخطأ ونوضحه للناس. أما إذا كانت وهي كذلك ولله الحمد كلها خلاصة طيبة من كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف الصالح، فلا يسع المسلم إلا أن يعترف بالحق وأن يدين بالحق لئلا يضل ويبتلى بعمل بصيرة، لأن الإنسان إذا تبين له الحق ولم يقبله يبتلى والعياذ بالله بالزيغ، يبتلى بالزيغ. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيجب على المسلم أن يقبل الحق قبل أن يبتلى بالباطل وعمل بصيرة والزيغ والعياذ بالله. نعم، لا يأخذه الهوى أو يسمع كلام الناس. أنت إذا سمعت من يقول عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلاما سيئا لا تقبله حتى ترجع إلى كتب الشيخ، ترجع إلى مقالات الشيخ وكتبه ورسائله، وتعرض هذا الكلام اللي سمعته على كتبه ورسائله لترى أن هذا افتراء عليه وأنه باطل. أما أنك تتقبل بدون أنك ترجع إلى كلام الشيخ فهذا من الهوى والعياذ بالله.